الكرام، وللمزيد عن جلسة البرلمان لهذا اليوم ينضم معنا مباشرة الزميل من هناك سرمد الفاضل. سرمد، هل بالإمكان أن ينهي البرلمان اليوم قوانين مهمة مثل أزمة السكن ومشروع قانون الانتخابات المحلية؟ تفضل. ينظر مجلس النواب ابتداء في جلسة اليوم إلى تعديل أول لقانون انتخابات مجالس المحافظات. هناك نية برلمانية لتشريع هذا القانون أو التعديل، على اعتبار أنه بات من الضرورات الملحة لإجراء الانتخابات المحلية في البلاد، وكذلك بعد حصول توافق إلى حد ما بين المعترضين على هذا القانون بخلاف بعض الأصوات المطالبة بتعديل نسبة احتساب المقاعد وكذلك تعديل شرط الشهادة في كل كتلة المرشحة لهذا هذه الانتخابات. تتحدث عن جزئية كركوك مهمة جدا، تقريبا تم التوافق عليها بين هيئة الرئاسة وكذلك أطراف عن كركوك وممثلين عن كل الأحزاب بما فيها التركمان، الجهة التركمانية وكذلك الحزبين الرئيسيين في الإقليم بصرف النظر عن الخلافات السياسية الحالية. وكذلك أيضا تم التوصل إلى تفاهمات بشأن كل المعترضات الأمور المعترضة داخل القانون، على اعتبار أنه النقاشات المطولة هذا القانون بدأت الآن تنحصر شيئا فشيئا مع قرب تشريعه، واليوم هو على جدول الأعمال. فيما يخص أزمة السكن، اليوم البرلمان من المفترض أن يقرأ التقرير النهائي لمعالجة أزمة السكن، تقدمه عدة لجان عكفت على دراسة هذا الموضوع، لكن الملامح هذا التقرير هو الاعتماد على البناء العمودي وكذلك استخلاص القطع التابعة لوزارة المالية لوزارة الزراعة وعائديتها أو بيعها للمواطن، ربما هذا الشيء الثاني في هذا التقرير، إضافة إلى عدة مقترحات قدمتها اللجان المعنية حتى هذه اللحظة. من المفترض أن يقرأ داخل مجلس النواب من أجل التصويت عليه، بعد أن أخذ حيز كبير ووقت كبير في جلسات سابقة. نتحدث اليوم عن التقرير النهائي، ربما يقرأ ربما لا يقرأ كما حدث في الجلسة الماضية. نعم زميلي سرمد، ماذا عن مرشح وزارة التربية؟ يعني إلى أين وصلت الأزمة؟ مرشح وزارة التربية هو الوصف يطلق عليها أزمة، لكن التعبير الحقيقي لهذا لما يجري في مجلس النواب هو أنه لا خلاف أو لا تفاهم بين الكتل السياسية، تحديدا الكتلتين المختلفتين. نتحدث عن الانشقاق السني داخل مجلس النواب. هاتين الكتلتين هما من تعرقلان سواء بالرفض أو التمنع أو بالقبول والترشيح والدعم، تعرقل بشكل أو بآخر وصول مرشح وزير التربية إلى منصبه، على اعتبار أن الخلاف هو سني. الآن الأطراف أجمع تحاول بالصدع وكذلك الوصول إلى أرضية تفاهمية في مسألة تولي أو إكمال الكابينة الحكومية على الأقل في هذا الفصل التشريعي الممدد لشهر، وبالتالي الخروج بإنجاز يوازي إنجاز الموازنة من ناحية البناء الحكومة. يتحدث عن إكمال التشكيلة الوزارية، لكن حتى هذه اللحظة هناك اجتماعات لم تسفر حتى هذه اللحظة عن شيء. يعني هناك اجتماعات كثيرة نسمع بها نشاهدها نحضرها من أجل تغطيتها، لكن حتى هذه اللحظة لم تسفر هذه الاجتماعات عن شيء بين هيئة الرئاسة والكتل، بين أطراف وممثلين عن الكتل المختلفة فيما بينها. أتحدث عن الكتلتين السنيتين تحديدا، المشروع العربي بقيادة السيد خميس الخنجر وكذلك تحالف القوى العراقية بقيادة السيد محمد الحلبوسي، ومن يمثله هنا رئيس الكتلة هو محمد الكربولي. لكن حتى هذه اللحظة لم تنتج هذه الاجتماعات عن شيء، ربما يبقى الأمر معلقا حتى السنة التشريعية القادمة. أتحدث عن أيلول، بداية أيلول هو بداية السنة التشريعية الثانية وبداية فصل التشريعي، ربما هناك مزيد من الانفراجات بشأن هذا الموضوع على أن تتحلحل الأمور حتى ذلك الوقت. لكن أتحدث الآن عن جلستين من أصل 8 جلسات، ربما قد تكون أو تشهد التوافق على مسألة وزير التربية. يقولون بأنه ليس العيب في الوزير، لا في سفانة لا في سابقتها لا في شيء، ما الموضوع يتعلق بمسألة التوافق السياسي. وحتى هذه اللحظة يمكن أن نطلق على هذه المعضلة. هنا يعتقد النواب سرمد، إن كنت تسمعني، هل يعتقد النواب أن أزمة ملف الدرجات الخاصة باتت غير قابلة للحل؟
أزمة الدرجات الخاصة بعد جلسة الاثنين وصلت ربما إلى نقطة لا يمكن الرجوع عنها، على اعتبار أن هناك خلاف، اتهامات لهيئة الرئاسة، اتهامات لكتل من قبل نواب في كتل وكتل بأنهم هم يعني أخذوا منحة آخر فيما يخص الدرجات الخاصة، صوتوا على تمديد، هناك من يقول بأنه الفقرة غير قانونية أو التمديد غير قانوني، لكن فرضتها طبيعة الظروف الحالية التي يعني التي أقروا على أساس الموازنة، انتهت فقرة في المادة 58 انتهت في الموازنة. أتحدث عن صلاحية، لا أتحدث عنها تحديدا، أتحدث عن صلاحية هذه المادة، تقول بأنه بنهاية شهر حزيران ينتهي العمل بالوكالات وما إلى ذلك، وبالتالي مسألة الخلافات بين الكتل السياسية تصاعدت في الجلسة الماضية على اعتبار أن المجلس النواب صوت على تعديل المادة 58، وما تتضمنه هذه المادة هو تمديد العمل بالوكالات بطلب من رئيس الوزراء حتى 24 من الشهر العاشر من هذه السنة، وبالتالي هذه الخلافات وإن تكون هي يعني هم يعلمون بها، لكن الآن نتحدث عن أنه مسألة الدرجات الخاصة تحسم أو لا تحسم، هناك رأي يقول بأنه ستحسم حتى ذاك الموعد، وهناك من يقول لا، الموضوع أكبر ربما ينتهي في نهاية هذه السنة، وبالتالي يبقى الأمر على ما هو عليه. نتحدث عن 4000 درجة إلى 6000، من يقول 6000، لكن هناك أسباب تصعب عن مجلس النواب. نعم زميلي سرمد الفاضل من مجلس النواب كنت معنا وعلى الهواء مباشرة، شكرا جزيلا لانضمامك إلينا.